مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دواءك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء كومادين إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أدعوك للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. ونحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست ببديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصحك أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فدواعي استعمال كومادين لعلاج تجلطات الدم، فسوف نتعرف عليها الآن. فيمكن استخدام علاج كومادين في الكثير من الحالات المختلفة التي تتعلق بتجلطات الدم، حيث يمكن استخدامه في حالات تجلط الأوردة العميقة. أيضا يعمل دواء كومادين على علاج امتداد الجلطة. أيضا التقليل من كافة المخاطر والمشكلات التي تتعلق بالانضمام الرئوي. أيضا يعمل على علاج الانسداد الرئوي، كما أنه يقوم بمنع حدوث الجلطات المختلفة. أيضا يحاول التقليل من كافة المخاطر التي تتعلق بالسكتات الدماغية، وذلك بعد الإصابة بنوبة قلبية، وكذلك للمرضى الذين يعانون من الكثير من المشكلات، ومنها الرجفان الأديني وصمامات القلب الاصطناعية. أيضا يتم استخدام هذا الدواء للحماية والوقاية من كافة الجلطات الدموية، وذلك يظهر في جراحات العظام، ومنها استبدال الركبة أو استبدال الفخذ. أيضا يساعد على منع التخطر وتجلط الدم، وكذلك يعمل على إغلاق كافة الدعامات الخاصة بالشريان التاجي. فما هو دواء كومادين؟ فيمكن التعرف على بعض المعلومات التي تتعلق بدواء كومادين. فيضم هذا الدواء مادة الوارفارين، وهي التي تستخدم في العديد من الأدوية المضادة للتخثر، وهي التي تمنع العمل على تكون جلطات الدم، وذلك من خلال التقليل من عوامل التخثر في الكبد. وفي الفترات التي لا يكون بها حركة يمكن أن تتكون الجلطات الدموية في الأوردة الخاصة بالأطراف السفلية، وهي DVT، وهذا يمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من عدم الحركة، حيث أن عدم الحركة تعمل على عدم تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يحدث تجلط للدم. يمكن أن تنفجر DVT كما أنها تثبت في الأوعية الدموية للرئة، وهذا يمكن أن يسبب الإصابة بتبحة صدرية، وكذلك الإصابة بضيق في التنفس والشعور بالتعب وعدم القدرة على التنفس بشكل صحي. في حالات الإصابة بالرجفان الأديني يمكن أن تحدث تجلطات في الدم في أديني القلب، وكذلك تجلطات في الدم تحدث حول صمامات القلب الاصطناعية، والتي يمكن أن تنفصل وتعمل على سد الأوعية الدموية في الدماغ، وهي التي يمكن أن ينتج عنها الإصابة بسكتة الدماغية أو الشلل. يعمل هذا الدواء على منع تكون تجلطات الدم، وبالتالي التخلص منها في حالة تكونها بالفعل، وهذا يقلل من المخاطر الخاصة بانتقال جلطات الدم إلى كافة الأعضاد الحيوية، ومنها الرئتين أو الدماغ وغيرها. يمكن أن يتوفر هذا العلاج على شكل أقراص يمكن تناولها من خلال الفم، وتكون تركيزتها مختلفة، حيث تتراوح من 2.5 إلى 5 ميلي جرام.
أما بالنسبة للأطار الجانبية لدواء كومادين، على الرغم من الفوائد العديدة التي تتعلق بدواء كومادين، إلا أن له بعض الأطار الجانبية المختلفة، وتختلف الأطار الجانبية من شخص لآخر باختلاف مناعة الشخص وحالته الصحية، ويمكن التعرف على الأطار الجانبية التي تنتج عنه من خلال ما يلي: يمكن أن ينتج عنه نزيف، كما يمكن أن يصاب الإنسان بغرغرينة في الجلد، أيضا الإصابة بنزيف حول الدماغ، وهذا يجعل الشخص مصاب الصداع الشديد والقوي، كما يمكن أن ينتج عنه شلل، أيضا الإصابة بالنزيف في المفاصل، وهذا يمكن أن يسبب الكثير من الآلام والتورمات في المفاصل، أيضا يمكن أن يسبب تساقط الشعر، وأيضا الشعور الدائم بالانتفاخ، وأيضا الإصابة بنزيف في المعدة والأمعاء، وحتى يمكن أن يسبب ضعف وأنوبات من الإخفاء والشعور بالتعب الشديد وخروج براز أسود اللون وقيء، وأيضا يكون القيء دمويا. أما بالنسبة لطريقة حفظ وتخزين دواء كومادين، فلا بد من توخي الحظر عند حفظ وتخزين دواء كومادين. يمكن عرض بعض الإرشادات والتعليمات التي تتعلق بحفظ وتخزين علاج كومادين من خلال ما يلي: لا بد من أن يتم حفظ الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية. أيضا العمل على حفظ هذا الدواء بعيدا تماما عن أشعة الشمس وبعيدا عن الرطوبة، أيضا الحرص على ابتعاد هذا الدواء من متناول الأطفال. أما بالنسبة لسعر دواء كومادين، فيختلف سعر دواء كومادين حسب تركيز الأقراص من 5 ميلي جرام، وأيضا بالنسبة ل 2.5 ميلي جرام، حيث أن سعره متعلق بالتركيز الأقراص، وعامة فإن سعره لا يكون أكثر من 120 ريالا سعوديا، ويوجد 100 قرص في العبوة. إن شاء الله كان هذا هو فيديو اليوم أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك لكي يصلكم كل جديد، وادعمني بالضغط على زر لايك فيتحفزني لعمل المزيد من الفيديوهات. حياكم الله، السلام عليكم.